هي لبغت الله المستعان. لا شوف، راه كانوا الاسئله غادي مزيان، توصلنا للاسئله ديال الاخوات، وبدا داك الشيء بدا داك الشيء تيضرب في الفيراجات. الله 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 يغفر لنا. لا نتفاهموا بعدا على واحد المساله. الاستاذه هاجر ملي ذكرتي كتشتغل، يعني تقصدين كتشتغل خارج البيت؟ نعم، حيت كاين اللي كيسمعك كتشتغل، لا كتشتغل خارج البيت، حيت داخل البيت راه نعم. هو راه خدمه، وهذاك راه لا الخدمه، اشتغل، يعني هذيك راه هي الخدمه، داخل لا البيت قصدي هذيك هي الخدمه، وعارف اش كاين صحيح الهوايات اللي كيتخلصوا عليهم خارج البيت. المهم ما عليك انا صحيح. لا هو القصد استاذ، يعني انا كتكون في لا العمل، عرفت، لما فهمت كتكون فهمت كتبغي تدارك الامر. نعم لا انا عجباتك هذا سي ابراهيم. لا احنا كنت اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. لا باش نبسطوا شي شويه، باش نلطفوا شويه الجو، باش الناس ما يتزيروش. لا هو اول حاجه بعدا خصنا نفهم هو ان هذاك العمل اللي كديره المراه في داخل البيت ديالها، هذاك العمل راه هو اجر عباده، هو هذاك العمل اجر عباده. غنجيو المساله ديال الاداب التلاوه، طبعا هذه ذكرها النووي رحمه الله عليه وغيره، وما كيجمعوا الاداب ديال التلاوه وكذا. طبعا هذه كتبقى يعني مساله ديال لبس الحجاب واستقبال القبله وكل انسان على طهاره وكذا، هذه كلها من كمال، من درجات الكمال فيما يتعلق باداب التلاوه، في درجات الكمال مش درجه الصحه. ما عليه الاتفاق، ما عليه جمهور اهل العلم في هذا الباب هذا، وان مسك المصحف، المسك ديال المصحف، وهو قول جمهور اهل العلم، مسك المصحف خاص الانسان يكون مضي. ما كان وضوء، ما نروحش على الوضوء الكبير يعني الغسل، احنا كنهضروا على الوضوء الصغير، الوضوء الصلاه، خاص الانسان حتى يمسك المصحف. اما ان يقرا من حفظه، ولا مثلا عنده الحائل ولا كذا الى اخره، هذا لا باس به ان شاء الله تعالى، ما كاينش اشكال. واش الا فتحت المصحف، هنا انا فين تنتكلموا، هنا تنتكلموا في تعارض المصالح، يعني ما عندهاش السيده الوقت، ام ما عندها غير الوقت. احنا يعني دابا الناس تخرج مع 4 ونص، المغرب تيأذن مع ديك السبعه وقسمين على حسب المنطقه في المغرب فين، قدر كاين اللي كيودن عندهم مع 7 الا ربع، كاين اللي كيودن عندهم مع 7 وربع، 7 ونص تزيد وتنقص، يعني ما بين 4 ونص وما بين العلم يوصل الانسان البيت ديالو الخمسه ولا 5 ونص حتى للسبعه، راه تنهضروا على واحد 9 ونص ديال المكانه اللي بقات. 9 ونص راه هي مسكينه تجتهد وتبغي تطيب لهم الفطور وتقاد لهم امورهم وتقاد الله يجازيها بخير، فكيتعارضوا عندها المصالح. نقول لها الا قدرات تخلي هذه التلاوه حتى الورد ديالها، قدرات تخليه حتى ما بعد الافطار، ويكون ديك الساعه كتكون ساحه الحرب، كيكون هدنه وقف اطلاق النار وعباد الله كلات وتلاحت اللور وكاين شويه السكوت في البيت، الا بغات تقرا في هذيك الفتره هذا يكون افضل. اما الا افترضنا ان عندها، ربما الله اعلم، عندها حوايج اخرى، عندها مشاغل اخرى، الله اعلم باحوال البيوت، راه كاين اللي عنده واحد مريض خصو يطببه داخل البيت، كاين اللي عنده مثلا والدين خصو يراعيهم حتى هما، كاين اللي عنده وليدات خصو يوقف مع، الله اعلم باحوال الناس. حنا خدينا على اعتبار ان تعارضوا لنا المصالح، لا باس انها تحل المصحف واحد المكان يكون موقر، باش ما تاني المصحف ما كبوا عليه العطريه وكذا، المصحف يكون في شي مكان موقر في المطبخ ويتقرا منه الى اخره. تقدر مثلا ها هي دارت شي حاجه تسخن، على شي حاجه غادا تطيب، على شي حاجه غادا تقاد، باقي ما عندها شي حاجه في يدها، تقرا لها شي بركه ديك الساعه، ومن بعد اللي عاود بغات تحبس ما كاينش اشكال، غيكون القرايه مقرضه ولكن على الاقل راه تتقرا. طيب أستاذ، هنا سؤال يطرح نفسه بنفسه، يعني أشرتم مسألة مهمة، قلتم أن يعني مسك المصحف يجب أن تكون أو يكون الإنسان على الوضوء الأصغر. طيب يعني ولهذا الهوات، يعني مثلا الآن ولينا كنلقاو المصحف في التليفون، يعني كاين ديك الابليكاسيون فيها المصحف. ممكن ان طيب هذيك تعوض، يعني ممكن ان تعوضه بالمصحف الالكتروني اللي كيكون اما لا، في الهاتف ولا يكون في الطابلات ولا كذا، يعني المس لان ديال كما افتى هذا جمع من لان كما افتى جمع من اهل العلم والاستاذه هاجر، قال لك نعم اودي ان سميتو ان مثلا ناخذ مثلا الهاتف مثلا بحال هكذا، راه نعم اصلا هذا الجانب اللي من هنا راه حائل، وحتى الا افترضنا ان فيه المصحف الداخل، هاد الشاشه الفوقانيه راه هما كيكونوا جوج، راه كتكون الشاشه وعاده باش كيكون هذا الغلاف الزجاجي اللي كيكون فوق منها. فقال لك هذاك الغلاف الزجاجي هذا جمع من اهل العلم افتى بهذا، قال لك الغلاف الزجاجي اللي تيكون فوق يقوم نعم مقام الحائل، فقال لك ممكن تقرا منه، ممكن تقرا منه في هذه الحاله إذا هذه، حتى وان كان الحائط، للمصحف الورقي يعني مكانته. إذا حتى نقطه اخرى باش الحائط ما أستاذ. ننسى، ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى سمعت الفتوى فيما يتعلق بالحائط، قال لك يمكن ان تقرا من هذه الوسائط الالكترونيه. نعم بقات واحد النقطه واحده اخرى اخيره، مادام جبتي المطبخ وجبتي كذا،
النداء لأهالي البيوت، الوليدات، الرجالة، الآباء، كذا. الله يجازيكم بخير. لو استطعتم أن تخففوا عن النساء في قضية الإعداد ديال الطعام حتى يتفرغن لهذا الخير في رمضان لكان أفضل. دائما أوصي بهذه المسألة. يقول لك أودي الله وتكدسر عندنا العيالات، أنا ما دسرت عليك أخويا لا مرأة ولا السبع، أنا ما دسرت عليك حتى حاجة. أنا كنقول لك إذا استطعت، علاش؟ لأنني الغرض عندي بحاجة أخرى. الغرض عندي أنه ما تجلسش أنت يا في الفطور، ماشي أنت كنتي صايم 16 ساعة ولا 14 ساعة تزيد أو تنقص، وجيت الوقيتة ديال الفطور وتبدا تدك في هذيك المعدة، ما يمكنش. ما يمكنش، حتى صحيا راه ما خداماش. صداع الجارة دي آخر مرة تبقى تعيط لي هذا تندم كاع. لا راه لا هي صحية ولا هي طاعة ولا هي والو، وتبقى تاكل أنت تقطع لك النفس. وفين هي السنة؟ حنا كنا دايرين الفريضة الصباح ولينا كنديروا في المناكير مع الفطور. لا شوف كي كانوا خلاوها الناس ديال الميكانيك وداك الشيء، يبريكو لي باللي كاين، ما تقلش، بريكو لي باللي كاين. اه والله شاهد، والله العظيم الا كان قلنا قولوها دائما، قولوا الزينه من كتافنا وحطينا على كتافكم، ما طلبنا حتى شي حاجه، ما نقيم به صلبنا وخلاص. سميتو الفطور، سميتو الفطور، ما سميتوش الزرده، سميتو الفطور. الايام العاديه ملي كتبغي تخرج مع الصباح للخدمه باش تفطر، داكشي باش كتفطر، ما تقولش ينعمش في الايام العاديه ملي كتفيق مع الصباح مع السبعه ونص كتغسل وجهك كتبغي تخرج كتقول ما راهش فطور، كي تقول محطوا لي الطاجين ديال الحوت ولاطا ديال السرديل وحط ما عرفت شنو البطبوط، كتحط هادشي في الفطور في الايام العاديه. ايوا افطار اصاحبي كي كتفطر في الايام العاديه بلا فقصه بلا ما. وهذاك الشيء اللي غادي يشيط دير ليه الثمن ديالو، داك الشيء اللي غادي يشيط راه عطى الله والله العظيم اقسم بالذي لا رب سواه. الا كاينين اسر والله ما باقيين 60 ريال 3 دراهم مغربيه يديروها سميده ويحركوها مع شويه الماء ويعطوها لوليداتهم، والله ما لاقينها. صحيح والحمد لله الاخوات يتحركوا في هذا المجال هذا ديال توزيع القفاف، وهذا المجال كاع الاخوان اللي كيتحركوا في هذا المجال وتيتصنتوا ليا راه عارفين علاش تنهضر، راه كيوقفوا على شي اسر والله العظيم الا احوالها تدمي القلب. وحنايا كنحطوا داك الشيء اللي ما يوكل ثلاثه ديال الاسر، ربعات الاسر في وجبه واحده، وكنضربوا عليه نهار ويومين وفي الاخر بدون استحياء كنجمعوا تمو هازين داك الشيء اللي ما كليناش وفات عليه الامد، وغادي مهبطين وعزكم الله نحطوا حدا القمامه ديال الاسباب. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. انا محل الشاهد انا لقيت هاد الخويه هذه باش نخرج عاوتاني. الله يحفظك استاذ، الله يحفظك خوتي، استاذ. باش بقاو جوج الاسئله. وبعد المرات، وبعد المرات استاذ هاجر، راه ماشي الرجال الذين يكلفون النساء هذه المساله، بعد المرات راه حتى العيالات كيزيدوا شويه من عندهم، راه حتى هي سميتو العيبه. لا هذه استاذ وبنصوب وهي هذه ونبرقق هذه، من تبان لك حاطه من اليوتيوب بطاعه وهي التلفزيون. تابعه الوجبات وتابعه الكيكه وتابعه الكسريه مع شنو ذاك العجب وتابعه هذه، تلقي لنا شي شويه رمضان هذا، رمضان هذا إكرام التخفف الزوج، صافي. اي اكرام الزوج، بغيتي تكرمي حفظي القران سدينا. يا ولدي تي حافظ استاذ، وديتي فقيه. لا لقيتي حافظ حفظي الموتون، ما لقاش خاسره، تبقى تحفظي فيه تيقر تيفتح الله عز وجل.